ما حدث أننا كنا في المنطقة أو في الشارع المجاور لهذا المكان الاستهداف، وهي جمعية سلام الخيرية، وهي جمعية تقوم بإغاثة المنكوبين وإغاثة الجرحى وتقدم خدمات إنسانية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني. فالآن كما تسمعون هو أصوات غارات لا تقف على هذه المنطقة، منطقة جبلية البلد، التي قدمت على مدى أيام ما لا يقل عن 200 شهيد في غضون يومين على الأقل. طبعا كنا متواجدين في الشارع المقابل للجمعية حتى سمعنا صوت انفجار أو أشبه ببرميل متفجر سقط على هذه الجمعية، وهي جمعية سلام الخيرية. فهرعنا إلى المكان بعد أن انجلى دخان هذه الغارة العنيفة، فوجدنا أن جمعية سلام هي التي تعرضت لبرميل متفجر، وهذه الجمعية يحيط بها من جميع الاتجاهات منازل المواطنين، جلها من عوائل أو عائلة المطلق، وهي عائلة قدمت ما لا يقل عن 170 شهيدا حتى الآن في هذه المعركة التي تدير تشنها إسرائيل على قطاع غزة.